أما الآن مع السيد محمود التوبلاني في كلمته فلنستمع لتعبيراته في فقيدنا الغالي. الحمد لله 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 ما جادت به طريقتي للتعاملات نحو هذا الفن. الله يعطيك حق الله، اشكرك الله يهديك. ان سهام البنيه لا تخطئ احدا، فكل ملاق حتفه حينما يحين العجل والقضاء المحتوم على كل مخلوق في ارض هذا الكون العميق. والمنى شذ عن هذه القاعدة الثابتة، وقبل أيام قليلة خلت، وبهدوء وصمت تهاوى ذلك الإنسان الذي نحن بصدد الاجتماع لتأديبه في هذه الليلة من شهر رمضان المبارك. أبا إبراهيم، لقد كنت صديقاً للصغير والكبير، حيث بدأ الأفق بعدك خالياً في الحياة، وتجمعت في حنايا وجناته حزينة راحلة، وانهمرت الدموع إلى حدة على أرجاء المنطقة، بل امتدت إلى أفق مناطق أخرى فوق هذا الجبل. ودعنا الفقيد المرحوم السعيد، وظل الأفق خاليا، وظل الحزن منتشرا، وظلت القلوب خافقة واجمة مودعة. لك يا أبا إبراهيم بحركة وصول على قضاء الله وقدره، ومع ذلك ظلت تمتم وتتساءل كيف غادرنا هذا الفقيد دون أن يترك لنا فرصة للتوديع. لماذا لم يمنحنا ولو برهة من الوقت لنتبادل معه حديث الوداع الأخير؟ كم كنا بحاجة لأن ندور ما يقول بخلفه من مقولات خبرة السنين الطوال. كنت أعرفه كاسم، وكنت أعرفه كشخص منذ كنت طفلا، وكنت أعرفه مدرسا وعلما خلال حياتي، ولكن الأهم من ذلك كنت أعرفه كصديق حميم منذ 15 عاما. اتصلت به لأعرف منه فصولا من المحبة والخير للناس. فما هو لأهلي؟ تقدم الخير للناس ذو ذاكرة قوية وهدوء للبال. لقد كنت أشتاق وأستأنس بمحادثته، وأستمع إلى طرافة حديثه وتحدثه. لقد كنت أتحدث إليه وأناقشه، ووجدت في ذلك الإنسان الذي لا يهم الاستماع إلى الخير ولا يعترض على ما يبديه الآخرين. لقد كان شخصا موضوعيا في محاوله، قادرا على الإقناع والإصغاء، ويقبل الرأي الآخر بهدوء وبروح لا تشوبها العصبية والتعصب. أنا لست بصدد
وصيته لذويه، وهذا قيد المؤمنين. ولكن تستوقفني وتهمني تلك النقاط المضية من حياة الفقير الذي عاش معنا وغادرنا بكل صمت وهدوء دون أن يترك لنا الفرصة لمناقشته ومداولته فيما يحبب بين ثناياه لمعايشته بالتاريخ والموت. منطقة بلاد القديم التي طالما أحبها وأفنى عمره متمسكا بكل تراثها وبكل وحدة وثلة فيها. ما يهون مصابنا وعزاءنا في هذا الفقيد العزيز هو خروجه عن المألوف عن عامة الناس ممن يتركون بالحياة الدنيا دون أثر. فها هو يتحفنا ببعض مما كان يكنه بين جنباته ويجعلنا نتشبث بأبصار قلبه وننبسط بوعيه وخبرته، فقد استطاع أن يوزع بعض منها على أبناء المنطقة وأبناء هذا الوطن من خلال ما دونه في كتابه الخير الذي أسماه العقل النظيم في كتاب الأوال والبلاد القديمة. أنا هنا لست بصدد الخوض في صفات أو خصائص الفقيه الغالب، فهناك وبدون شك أشخاص كانوا أكثر التصاقا ومعاشرة له ممن عرفوا أكثر مني، كما أنني لست في موقع ترويج لمضامين كتاب الفقيه الذي تركه لنا دون أن نكمل فرحته وهو يرغب أن يتداولونه ويناقشونه معه ويناقشون معه محتوياته، فهذا شأن آخر. ولكن ما يهمني ويلفت نظري عند تصفحي أوراقه تلك الظلال التي أوردها الفقيد فيما اشتهرت في بلاد القديم وغيرها من قرى البحرين وما خصصه بشكل واسع لمسقط رأسه في هذا الكتاب، فهو يرى أن منطقة البلاد القديم من خلال المصادر التي استقرها كانت تشكل جزءا واسعا من التاريخ السياسي والثقافي والاقتصادي لتاريخ البحرين، فهو يفصح من خلال الشواهد الثابته عن علاقه مهمه مفادها ان البلاد القديم تكشف عن سر الامم الغامض كما يعتبرها من اقدم مدن وقرى البحرين التي بنيت في القرن الاول الهجري، واتخذها الولاه والحكام المبتعثين والمعينين من قبل الدوله الاسلاميه وغيرهم عاصمه لها او عاصمه لهم. ان الفقيد الراحل يجسد حبه وتعلقه بهذه البقعه من الوطن منذ نعومه اظفاره الى نهايه المطاف مرورا بريعان شبابه لكتابه الموسوم بالعهد القديم في تاريخ طوال والبلاد القديم. ابا ابراهيم، انني من خلال هذه التاملات اردت أن أتشرف